قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده الناس، ولكن في التحريش بينه، يحرج بين هذا وبين هذا، يأتي لهذا ويوسوس له على هذا، وبالتالي يعني يحرج بين الايه؟ بين الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يعني حتى يقطع على النفس وساوس الشيطان، لما تتعامل مع الناس تعامل معهم بالكلام الطيب وبالكلام الحسن، وكل عبادي يقول التي هي أحسن. لم يقل الله سبحانه وتعالى قل لعبادي يقول قولا جميلا أو قولا حسنا، لا، أحسن، يعني أحسن ما عندهم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتخير كلامه حينما يتحدث مع الناس، أنك أنت عارف العقول التي تتعامل معها عقول متفاوتة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الحكمة: إن الشيطان ينزغ بينهم. الأمر الثاني من الموانع اللي هي ممكن تخلي الإنسان بعيد شوية عن سلامة الصدر التنافس، التنافس على أمور الدنيا، لا سيما أصحاب المجال الواحد أو النشاط الواحد أو المهنة الواحدة، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. عملية التنافس في أمور الدنيا دي أمر بغيض. ينصحنا الإسلام أن ننظر فيها إلى من هو أقل، ولا ننظر فيها إلى من هو أعلى. في أمور الدين ممكن تنظر إلى من هو أعلى منك وتتنافس معاه إلى آخره. في أمور الدنيا دايما بيقول لك خلي نظرك على من هو أقل حتى تشكر نعم الله سبحانه وتعالى، إلى انظروا إلى من هو أسفل منكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تصدروا نعمة الله عليه. الأمر الثالث من موانع اكتساب سلامة الصدر: حب الشهرة والرئاسة. ربما يعني مش هتكون رئيس دولة يعني، ولا هتكون ملك، بس الفكرة انك انت ممكن تكون انك عايز تبقى رئيس على في المكان اللي انت فيه. ولذلك يقول العلماء المربون: ما احب احد الرئاسة الا حسد وبغى وفتش عن عيوب غيره، ولا يحب ان يذكر احد بخير. وده بيكون مانع من موانع اكتساب سلامة الصدر.